موضوعنا اليوم هو طريقة التسميد بسماد NPK متعادل 20-20-20، سماد سريع الذوبان. تابعونا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم اخواني ورحمة الله وبركاته، وياكم اخوكم ابو حور من قناة دواجن السياحي. طبعا قبل ما نبدأ الشرح عن السماد وطريقة استخدامه، كثير من الاخوان قالوا ليش بتنشر عن السمان وعن الدواجن. ان شاء الله من الاسبوع الجاي راح يبدأ النشر عن الدواجن والسمان، الدواجن يعني عامة والسمان خاصة، وراح نبلش نرفع فيديوهات بخصوص التفقيس والتفريخ والتسويق والتربية. وموضوعنا اليوم، نرجع لموضوعنا، اللي ما مشترك وما مفعل زر الجرس يشترك ويفعل زر الجرس حتى نبدأ الشرح حتى تعم الفائدة. عندنا سماد NPK إلى عدة طرق بالاستخدام. هو أصلا سماد NPK متعادل إلى نوعيتين، النوعية الأولى اللي هو يجي مثل هذا النوع الناعم المطحون الطوز، هذا استخدامه ومكتوب عليه ورقي، هذا سموه سريع الذوبان. وأكو نوعية ثانية يصير حبيبات، ذاك يسموه بطيء الذوبان. عندنا هسه هذا سريع الذوبان، هذا مثل ما تلاحظون هذا الناعم، هذا سريع الذوبان ومكتوب عليه سريع الذوبان. هذا يستخدم عدة طرق. اليوم عندي أنا أحد الطرق أنا أستخدمها خاصة، والقليل يستخدموها هاي الطريقة، لأنه استخدام الشائع هو ملعقة شاي على لتر مي، وينسقي من عند النبات بنسبة كوب مثلا للنبات الواحد. هاي أحد الطرق، لكن أنا طريقة اللي أستخدمها، أنا أستخدم سماد مخفف. يعني مثلا عندي هاي 16 لتر، يعني انا عندي هواي نباتات فاستخدم كمية مي كبيرة، يعني عنده نباتات قليلة، نبات نباتين يعني استخدم لتر او البطل البيبسي هذا الموجود عندنا ابو اللترتين، يخلي بيه ملعقتين، العفو ملعقة واحدة ويستخدمه. هاني عندي هاي 16 لتر، المفروض بالاستخدام الشائع اخلي لها انا 16 ملعقة شاي العفو، لكن راح استخدم اني اليوم راح استخدم نصف الكمية، يعني 16 لتر راح اخليها نصف الكمية، يعني 8 ملاعق شاي، 8 ملعقة شاي خليه لل 16 لتر، واستخدمها بطريقة السقي مو تسميد. هسه عندنا اول شيء نذوب السماد، نذوب السماد ما نخليه مباشرة بالمي، نطلع كمية المي صغيرة مثل الشكل هذا، خلي الكمية مال المي كمية نص لتر تقريبا، ونخلي بيها 8 ملاعق مسح مو ترس، الملعقة تكون مسح يعني مثل الشكل هذا. ملعقة مسح مثل الشكل هذا مسحها بيدينا، فتصير ملعقة شاي مسح، ونخلي 8 ملاعق بالمي. هاي ثلاثة، هاي أربعة، هاي خمسة، هاي ستة، هاي سبعة، وهاي ثمانية. نخلي 8 ملاعق بنسبة مي قليلة، نخلط نخلط بهالشكل هذا. طبعا ما يهم اللون مالتك، هو يجي ابيض اكو اخضر اكو ازرق اكو احمر،
لون السماد ما يهم. نخلط بعدها نضيفه لهاي الكمية. اللي هي كمية 16 لتر. راح نحاول يعني نذوب السماد تذويب كامل الجانسة ويا المي. طبعا يا حسب السماد اكو اسمدة تجي درجة اولى هاي ما تحتاج خلط هواي، عم مجرد تخليها ويا المي وهزة بسيطة للمي راح ترجع راح تصير ويا المي تتجانس ويا المي او تختلط وياه. هم اكو نوعيات صيني مثلا او نوعيات نقول شبه رديئة تحتاج خلط شوية لانه يبقى من عندها. هسه هذا ما راح اسمد من عنده تسميد خفيف، يعني مثلا نقول كوب او غلاس، لا هذا راح نسقي من عنده سقي كامل. مثلا عندنا هاي نبات اليوغا، هذا اليوغا الخشبي، طبعا تسميد النباتات الداخلية وليس الخارجية. هاي اليوغا راح نسمدها ونسقيها بنفس الوقت، تسميد وسقي بنفس الوقت. رجعها لمكانها. عندنا نبات جلد النمر، هذا ما يحتاج نسم يعني نسقيه كمية كبيرة. هسه عندنا خلاص تسميد مالته والري بنفس الوقت. عندنا نبات المطاط القزمي، نبات المطاط القزمي داخلي، هذا راح نسقيه ونسنده بنفس الوقت. بالفيديو الجاي ان شاء الله راح نعطيكم كمية المي لكل سندانة وكل نبات. السادة عدنا سمدناه وسقيناه بنفس الوقت ونكمل نفس الصورة على باقي النباتات مثل ما تلاحظون اخواني. الى هنا يخلص الفيديو، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم نال اعجابكم وفاتكم بنفس الوقت. فلا تنسون الاعجاب والاشتراك تفعيل زر الجرس. في امان الله.